طبعا في النهاية وآخر قرار وصل له اتحاد الكورة مع الجهات الأمنية أن اللقاء هيتلعب على ملعب برج العرب إن شاء الله بكرة الساعة 7:30 مساء. اتكلمنا طبعا في الفترة اللي فاتت أو في الأيام اللي فاتت دي بعد ما شفنا أن مواجهة نادي الأهلي والزمالك في القمة 117 كانت مواجهة طبعا يعني عقيمة فنية بسبب سوء أرضية ملعب برج العرب. اتوعدنا أن هيتم نقل مباراة اتحاد السكندري لملعب الماكس، لكن في النهاية طبعا انتهى المطاف بالمباراة انها تكون بكرة ان شاء الله الساعة 7:30 مساء على ملعب برج العرب.